لا لا، الوضع احسن بكتير. يمكن كمان بالنسبه لو انت بتتكلم على المستوى الفني يعني تحديدا، لا الوضع بقى احسن بكتير. الرئيس مرسي قعد مع الفنانين وقال لهم لا، حريه التعبير وطلعوا اللي عندكم، ما فيش حاجه اسمها قيود على الفن. طبعا اكيد كل ده في اطار معين يعني. فانا شايف ان لا، الفن زي ما هو في مصر، وبعدين احنا تاريخنا تاريخ مصر بالنسبه للعالم كله تاريخ فني، فكان ده لازم يحصل يعني. كان لازم يحصل خطوه ايجابيه من الرئيس نفسه ان هو يدي حقوق للفنانين، اللي هو اساسا تاريخ مصر كلها تاريخ فني زي ما قلت لك. لقيتك زي ما اتمنيت، وصل لي ده لما بك حسيت، عرفت ان الحياه بدات كده. لمسني النظرة قلبي هواك، وقلت أنا لازم أبقى معاك، سنيني وعمري ملك الحب ده. ابتديت وأنا عندي 6 سنين بدرس مزيكا ومعيد في الكونسرفاتوار وكده، والمزيكا جوايا يعني، بس أنا الفترة دي تحديدا حابب التمثيل أكتر يعني، حابب اديله اكتر كده. اخدت كورس تمثيل وبركز على كل دور بعمله. في ان شاء الله فيلم نازل في ديسمبر اسمه مصور قتيل، مع اياد نصار ودره، خلصناه خلاص. وهو كاركتر مختلف خالص يعني، طالع فيه ضابط مباحث وكده، والفيلم ثريلر شويه، فاتمنى انه يعجب الناس برضه. فاللي انا عايز اقوله ان انا شويه دلوقتي مايل للتمثيل اكتر يعني. طبعا انا لما كلمني السقا في البدايه على ان انا اشتغل معاه يعني، انا بس اعرفه من ايام فيلم تيتو، لان انا اللي كتبت ولحنت اغاني فيلم تيتو، فكان الموضوع بينا فيه يعني كده ود يعني. وبعدين قال لي عايزك معايا في المسلسل ده، فعملت المسلسل. هو الدور ما كانش كبير قوي قوي، لان بس بيبني عليه الاحداث بعد كده، بس عجبني الدور جدا، وده اللي حمسني ان انا اشتغله يعني. وبصراحه يعني احمد والمخرج احمد شفيق كان برضو مديني السبيس بتاعتي، مخليني اعرف ازاي اشتغل وكده. عجبني الدور قوي، وكاركتر ان انا طالع ظابط وبتاع وكده، فعجبني الدور. والحمد لله كان رد فعله مع الناس حلو قوي يعني. مسلسل سر علني، انا طبعا غاده كنت اشتغلت معاها قبل كده فيلم خليج نعمه، ده تاني تعامل بينا، وطبعا معانا اياد نصار. بس انا اللي شدني قوي للدور ان هو دور مختلف، وبنتكلم في قضيه مختلفه، بنتكلم قضيه الفساد اللي موجود جوه رجال الاعمال اللي بتسوق تقريبا دايره الحياه في مصر يعني. فبنتكلم في الموضوع ده، وانا بقوم بدور دكتور، فكان الكاركتر بعيد تاني، بعيد عن الاولاني يعني. والحمد لله رب العالمين يعني، الاثنين جابوا نجاح كويس مع الناس. الحقوني بتاع البنت، قطعت الكلمه دي تاني انا هحرقك يا سباب. ده ما فيهاش مرامي. احنا من ساعه ما ابتدينا وما واحنا مقررين ان هي تفضل موجوده لغايه لما تخلص يعني. تخلص بمعنى ان احنا خلاص، احنا الاربعه مش عايزين، لكن احنا كان القرار جوانا ان احنا نرجع نكمل تاني، ونرجع نعمل البوم تاني. وهي الفكره، انا مش عايز اقول لك ان فكره دلوقتي النجاح وعدم النجاح ما بقتش تتقاس بالبوم ومش عارف، لا خالص. انت ممكن تعمل اغنيه كده مصورها في البيت على اليوتيوب، تنزل تكسر الدنيا. فما بقاش الفكره فكره النجاح، او بيتقاس الفكره ده بيعمل حفلات قد ايه، لان دلوقتي ما بقاش في حفلات زي الاول. فاللي انا بتكلم فيه ان دلوقتي المواضيع، المقاييس بتتقاس بشكل تاني، ما بقاش فكره النجاح بتتقاس كده. فانا شايف من وجهه نظري ان لا يعني، احنا قرار رجوع واما كان دايما موجود ومستمر، وان شاء الله يستنوا البوم قريب يعني. لغايه دلوقتي ما استقرناش على بالظبط كام اغنيه في الالبوم، بس الالبوم فيه اغنيتين الحاني، وفي اغنيه لحن ميدو، وفي اغنيه احمد صلاح حسني ملحنها، وفي اغنيه عمرو مصطفى ملحنها. فيعني هو يعني لسه يعني، انا مش عايز اقول بس اسامي ناس، لان ممكن مثلا اغنيتين بتوعي ما ينزلوش في الالبوم يعني، فاهم؟ بس هو في النهايه احنا بنعمل مثلا سي، لو هنعمل مثلا 5 اغاني بنعمل 10 نختار منهم 5، او 15 نختار منهم 5. فلا، هي فكره، الفكره كان منطق الفكره ان كده ولا كده الالبومز ما بيبيعش دلوقتي، لا احنا ممكن نعمل 5 اغاني حلوين يعني. دلوقتي عايز اقول لك ان في ناس كتير قوي بتعمل اغنيه سنجل وخلاص يعني، ما بقاش الموضوع لازم تعمل البوم 10 اغاني و12 اغنيه عشان تبقى موجود، لا مش ده المهم. مثلا تامر حسني ما اعرفش عمل كام البوم، 6 البومات مثلا او 7 البومات. حماقي عمل 5 البومات ولا 4 حاجه كده. انا عملت البوم واحد 2007، دي حاجه. هو انت دلوقتي ما ينفعش تقارن مثلا ان حد نزل البوم بواحد نزل 7 البومات، دي اول حاجه. الحاجه الثانيه ان انا تركيزي الاهم في الغناء مع واما يعني، انا الغنى واما ثم انا، مش انا ثم واما، فدي حاجه ثانيه. الحاجة الثالثة، أنت ممكن مثلا يعني اللي قدر يعمل معادلة كويسة، تامر طبعا بكمية الأعمال اللي عملها، بلس إن هو في التمثيل نجح. بس مثلا يعني دلوقتي لو احنا هنتكلم على التمثيل، حماقي مثلا ما بيمثلش،
يعني فاهم. فدلوقتي مثلا لو احنا هنتكلم في التمثيل، انا دلوقتي عامل نجاح كويس، حماقي ما عملوش، ما نقدرش تقارننا ببعض في حته التمثيل تحديدا لان حماقي ما يمثلش يعني فاهم قصدي. لكن مثلا تقدر تقول انا وتامر في التمثيل، اه لا تامر عمل شريحه كبيره وانا شايف ان كده طبعا عمل شريحه كبيره، بلس ان تامر بيمثل قبلها بكتير قوي. لا بس انا قصدي ان في النهايه انا شايف ان النجاح مش ان انت بس تبص على حضرتك تقول انا عايز ابقى زي ده، لا انا شايف ان النجاح انت لو بتمشي سنتي 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 بس بتمشي كل يوم احسن ما تنط نطه كبيره وبعد كده تقف مكانك. وانا شايف ان النجاح ان انت تبقى كل يوم بتعمل حاجه وكل يوم الشريحه بتاعتك بتزيد. انا دلوقتي ما يهمنيش دلوقتي يبقى في مليون الف واحد عايزين يشوفوني دلوقتي خالص، لا انا دلوقتي لو في حواليا خمسه انا عايز الخمسه دول يبقوا 10 وبعد كده يبقوا 15، مش عايزهم يبقوا 300 الف مره واحده فاهم. فالحمد لله انا شايف ان لا الستبس اللي انا ماشي بيها ستبس قويه.